اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتنمير. في الحاجه معنا زعلان جدا 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 لان اتاخرت كتير في الالف مشترك الجداد، لان الفيديو بتاع شكرا 12000 كان يوم 4/6، بعدها بيومين بالظبط كان وصلت 13000 اللي هو يوم 6/6. انا حتى في الفيديو قلت ان وصلت بعدها بثلاث ايام، لا هو يعتبر بعدها بيومين مش ثلاثه كمان. انما بقى المره دي بصوا يا جماعه، يوم 6/6 كان الفيديو بتاع 13000، ادي عدى 7/6 8/6 9/6 10/6، يعني اربع ايام بعدها ولسه كمان ما قفلتش ال 14000، ودي حاجه زعلتني قوي. وعلى فكره سبب الموضوع ده للاسف يا جماعه الاسابيع اللي بعمل فيها جيم بلاي كتير مش عارف القناه بتبقى واقعه خالص، ما اعرفش ليه. يعني الاسابيع فعلا اللي بعمل فيها جيم بلاي كتير، يعني مثلا في اليوم بعمل فيديوهين عاديين وفيديوهين جيم بلاي، او ساعات ثلاثه فيديو جيم بلاي، بلاقي القناه واقعه خالص ما اعرفش ليه، وبتاخر كتير في ال 1000 مشترك. مش عارف الفكره. انما الاسبوع اللي قبله تقريبا كان في جيم بلاي برضو. هو من الواضح يا جماعه ان الموضوع مش ثابت، ودي بصراحه حاجه زعلتني، كون ان انا مش ثابت على موضوع 1000 مشترك كل 3 ايام معناها ان ممكن للاسف ممكن تعدي 2018 من غير ما اكون وصلت ل 100000 مشترك. يا ريت تساعدوني يا جماعه يعني، بس يلا ادينا بعمل اللي عليا بقى وخلاص، انا بعمل اللي عليا على قد ما اقدر وخلاص. وشكرا جدا لكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.